هاتفي لا يعمل. هل عندك هاتف؟ نعم، تريد هاتفي؟ تفضل. يا لطيف، هذا هاتفك؟ نعم، هذا هاتفي الجميل. ماذا تفعل بهذا الهاتف؟ كل شيء، أتصل بأصدقائي، أبعث رسائل نصية، كل شيء. فقط؟ وهذا كل شيء. ماذا تفعل أنت بهاتفك الذكي؟ أفعل أشياء كثيرة، أقرأ الأخبار، أشاهد الفيديوهات على الإنترنت، وأشارك على المواقع الاجتماعية، وأيضا أحب تحميل التطبيقات والألعاب. أنت لا تفعل هذه الأشياء؟ لا، لا أفعل هذه الأشياء. لماذا لا تشتري هاتف ذكي مثلي؟ لأن الهاتف الذكي يسيطر على حياتك، وأنا لا أريد ذلك. هذا ليس ذكاء.